الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها العقول. صلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وبعد، مشاهدي الأعزاء، نلتقي مجددا لنتدارس معنى آيات من كتاب ربنا جل وعلا. يقول جل علاه في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات من سورة الأحزاب تتحدث عن صفات الرجال الذين وصفهم الله عز وجل بكونهم رجال، وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بقي يعيش في هذه الدنيا على نهجهم وعلى صفاتهم، ووصفهم الله عز وجل بكونهم رجال لكونهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأعطوا لله عز وجل عهدا على أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس والنفيس وبكل ما أعطاهم الله عز وجل من قوة ومن مال في سبيل الله وفي الله ومع الله، ولذلك مدحهم الله عز وجل وسماهم رجال. وينطبق هذا الوصف على ما نعيشه اليوم 18 نوفمبر من كل سنة، وهو حدث ذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي تنعم الأمة المغربية به، حيث جاهد شهداءنا الأبرار جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل وحدة الوطن، جاهدوا في سبيل استقلال هذا الوطن العزيز، ولا رأسهم مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني طيب الله ثراهما. وها هو مولانا محمد السادس نصره الله وأيده يواصل الكفاح والنضال والجهاد من أجل وحدة الوطن ومن أجل الحفاظ على استقلاله. فالاستقلال مشاهدي الأعزاء هو نعمة عظمى من أعظم وأكبر النعم التي يتمتع بها الإنسان والتي نتمتع بها وننعم بها. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، وأن نسأل الله كذلك أن يحفظ هذه النعمة من الزوال، وأن يبارك فيها، وأن يبارك في مولانا محمد السادس. صلى الله عز وجل أن يحفظنا في وطننا وفي بلدنا من بلاء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.